شوفة المدرسة بتعني لي الذكريات رغم كل الصعاب. ظلت المدرسة جزء ما بننساه بحياتنا. أنا اسمي عمر من شمال سوريا، عمري 10 سنين، بحب الدراسة كتير وحلمي بس أكبر أصير مهندس. عمر بدي تغمض لي عيونك وتحكي لي عن مدرستك، شو متذكر منها؟ شو الشغلات اللي بتحبها؟ مدرستي، مدرستي مليانة بالضحك واللعب مع الأصدقاء، كانت الدروس دائما بتعطينا لمسة من المرح على يومنا. لكن الذكرى اللي ظلت بذهني اليوم هي الحرب اللي كانت تتهدد سلامة مدرستنا وحياتنا اليومية، والزلزال الأخير اللي غير كتير ومن ضمنه المدرسة. كان في صفوف ممكن بأي لحظة تتهدم، وهون وقفت المدرسة لأنه صار في خطر علينا. لكن الروح رجعت من جديد لقلوبنا بعد ما بدأ الترميم فيها، وبمدارس تانية صار الشوق لا تنتهي وكأننا عم ننتظر العيد. كنت بكل مرة بروح على مدرستي والأمل والشوق كبير، لأني كنت على وشك أني أشوف مدرستي الحلوة اللي حملت ذكرياتنا وأحلامنا. نحن هون بكل المدرسة بنتوجه بكل الحب لهي المبادرة الحلوة، وبنتمنى يعم السلام والأمان لكل أطفال العالم. ورسالتي للعالم إنه من حق كل طفل إنه يتعلم.